أهلنا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من قناة النيل الأخبار بالقاهرة، والبداية بالعناوين. خلال لقائه كبريات الشركات الدولية المشاركة في الملتقى الدولي للصناعات، الرئيس السيسي يشير إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية. والدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين. وخلال لقاء مع رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات المنعقد في مصر، أكد الرئيس السيسي أيضا الحرص على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، كما أشار إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدا أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين. للمزيد من المتابعة معنا الدكتور محمد الجهري أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور محمد مساء الخير، يعني معرض مهم وتصريحات هي مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتطوير الصناعة وبالقطاع الصناعي بأكمله. الحقيقة جاء لقاء السيد الرئيس اليوم بمجموعة من رؤساء الشركات وبصحبة رئيس اتحاد الصناعات المصري، كعادته دائما لفتح باب من الحوار بين الشعب وبينه، خاصة في الأمور الهامة الأمور الاقتصادية، ولكي يسمع المشاكل التي قد تضر بالصناعة المصرية. الصناعة المصرية هي عماد الاقتصاد المصري وهي السبيل إلى التقدم الاقتصادي في أي بلد كانت، وخاصة مصر في مرحلة الثورة الاقتصادية والجمهورية الجديدة. هذه اللقاءات تؤثر كثيرا في دفع عجلة الاقتصاد، خاصة أنه يستمع من خلال هذا اللقاء إلى المشكلات الخاصة ببعض الصناعات المصرية والعقبات التي قد تواجه الكثير من الصناعات في مصر. وأيضا طمأن أستاذ الرئيس السادة أصحاب الشركات وكبار صناع الصناعة في مصر على الخطة المستقبلية للنهوض بالصناعة، خاصة بعد أن دشنا السيد رئيس الوزراء منذ شهرين الكثير من الحوافز للمشروعات الاقتصادية التي ستقام في المناطق الصناعية الكبرى، وأيضا التي تقام في شرق التفريع وأقليم قناة السويس. فكان هذا اللقاء هام جدا لشرح الخطط وسبل الوصول بالاقتصاد المصري من خلال الصناعة إلى. طب دكتور محمد، يعني حضرتك تطرقت إلى الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها من أجل تطوير قطاع الصناعة، تلك الخطوات التي تم اتخاذها خلال الأشهر القليلة الماضية، كيف ترى إسهام تلك الخطوات أو القرارات في تطوير قطاع الصناعة المصري؟ الحقيقة كانت هناك عدة عقبات يعني بتقابل الصناعة الوطنية والصناعة المصرية، منها يعني عدم وجود تنظيم دقيق للرسوم التي تفرض وللجهات التي تشرف على هذه الصناعات. فتوحيد الجهات المشرفة على هذه الصناعات ومنح الرخص الذهبية ومنح امتيازات خاصة بإقامة هذه المشروعات في المناطق الصناعية التي خصصتها الحكومة وجهزتها بكل السبل من كهرباء ومن طاقة نظيفة وأيضا من طرق، ويعني توفير كافة الطرق الممكنة لإنجاح هذه المنظومة، كان لابد له من إيجاد قانون لحوافز المستثمر لكي يقضي على البيروقراطية التي كانت موجودة في السابق، ولكن يبعث رسالة طمأنينة للمستثمرين في الداخل وفي الخارج أن مصر تستقبل المستثمر وتوفر له كافة السبل لإنجاح المشروع.
فده كان شيء جميل جدا من إصدار قانون حفظ المستثمر التي بالفعل بدأت تؤتي ثمارها في الفترة الأخيرة. يمكن تم تدشين كثير من الصناعات والشركات في مصر والإعلان عن شراكات كبيرة بالخارج والداخل لإقامة مشروعات خاصة مشروعات إلكترونية تقام على أرض مصر. دكتور محمد الجهري أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الالتزامات المستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية بما يسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويحقق التوازن في سوق الدواء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أحمد كوجك وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أشار وزير المالية إلى تدبير 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. تم خلال الاجتماع أيضا استعراض موقف تنفيذ الالتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد إلى أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع مستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة. قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ساهم في تمويل أكثر من 219 ألف مشروع بقروض وصلت إلى 29.8 مليار جنيه، كما ساهم في توفير أكثر من 1,453,000 فرصة عمل في جميع المحافظات، وذلك منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نوفمبر الجاري. كما أشارت الوزيرة إلى أنها تسعى لوصول مشروعك لأكبر شريحة من المواطنين الراغبين في الحصول على دعم تمويلي لتنفيذ مشروعك حقيقية ومستدامة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على القرض في أسرع وقت ممكن. أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد داشيمي أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتطوير الصناعات المعدنية ودعمها باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات. جاء ذلك خلال استعراض الوزير مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ومراجعة مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات التابعة. كما شهد الاجتماع استعراضا مفصلا لأحدث البيانات المتعلقة بالأداء المالي والفني بما في ذلك مؤشرات الربحية والنمو والموقف التنفيذي للمشروعات. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعملية شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1,226,000,000,000 جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 137 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.1 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.5% لتصل قيمته إلى 30,284 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 70 بنسبة 46% لتصل قيمته إلى 8,363 نقطة، كما شملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 23% ليصل إلى 11,482 نقطة. أعلنت المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية السعودية أن المملكة أبرمت 9 اتفاقيات استثمارية في قطاع التعدين بقيمة تزيد على 35 مليار ريال، أي بنحو 9.3 مليار دولار، مع شركات أجنبية. ويعد قطاع التعدين المتنامي في المملكة جزءا أساسيا من الخطة المعروفة باسم رؤية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط. كما تم إعلان المبادرة وهي برنامج حكومي ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة عن الاتفاقيات خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض. تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة وهم كندا، المكسيك
والصين. وقال ترامب الذي سيتولى منصبه يوم 20 يناير إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا لحين اتخاذهما لإجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات وعبور المهاجرين للحدود بشكل غير قانوني. كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين. في أسواق النقد الأجنبي ارتفع الدولار اليوم عقب إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا والصين وسط تأهب المستثمرين لسياسات يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية. حيث قفز الدولار بأكثر من 2% مقابل البيزو المكسيكي وسجل أعلى مستوى في 4.5 سنوات مقابل الدولار الكندي. أيضا تراجع اليورو بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.4 دولارا. كما سجل الين الياباني 154.1 دولارا في حين انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.25 دولارا. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها أكثر من دولارين في الجلسة السابقة فيما يقيم المستثمرون تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحزب الله اللبنانية مما ضغط على المخاطر في سوق النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% لتصل إلى 73.74 دولارا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكية بنحو 1% أيضا لتصل إلى 69.62 دولارا. إذن مشاهدينا الكرام بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية وليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها. خلال لقائه بكبريات الشركات الدولية المشاركة في الملتقى الدولي للصناعات، الرئيس السيسي يشير إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية. الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين. مشاهدينا الكرام دمتم في أمان الله، شكرا لحضراتكم.